ساعدت المزارع، ساعدت ايدي العامل. شغلنا بنحرش الزيتون، نضحك، نمزح، شغلنا كتير حلو، حبابات، الشغل كله كويس. طلعت اشتغلت، والله مين بده يعيني؟ ما حد يعيني. عندي 5 اولاد، 3 بالسجن وهذولاك صغار. والله زراعة الزيتون يعني صفت هلا بالاونه الاخيره، يعني مكلفة علينا كثير، من ناحية فعالي، من ناحية عصير، من ناحية اشحالي وفلاحة. ولكن هاي السنة نحن بنتشكر منظمة بنفسج على الدعم اللي دعمتنا إياه وعلى الشيء اللي قدمته لنا، هو تأمين الفعالة لنا. يعني تقريباً وفرنا على حالنا بأجار الفعالة الثلث، ما يعادل ثلث الموسم وفرناه على حالنا.